خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي المقام في الخرطومة، أوضح النائب وعضو البرلمان العربي الدكتور وليد الطبطبائي أن اجتماعات لجان البرلمان ستفرغ من أعمالها اليوم لرفع توصياتها لرئاسة البرلمان، مضيفا أن ممثل الكويت بلجنة حقوق الإنسان تقدم بمقترح لزيارة اللجنة إلى غزة لمباركة المصالحة الوطنية الفلسطينية والاطلاع على الأوضاع الإنسانية بالقطاع. وأشار الطبطبائي إلى اتجاه برلماني لتبني موقف مساند للاجئين السوريين بعد زيارة سابقة للجنة حقوق الإنسان لعدد من مخيماتهم. يشار إلى أن الافتتاح شهد حضور الرئيس السوداني عمر البشير.